أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 برموزها الانتخابية، كما نشرت بالجريدة الرسمية مقار اللجان العامة ومقار اللجان الفرعية وتوزيع الناخبين عليها، هذا وانطلقت اليوم فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، والتي تستمر لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي يوم 8 من ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابيه اصدرت الهيئه قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات وضوابط الدعايه الانتخابيه في الانتخابات الرئاسيه 2023 في جميع محافظات الجمهوريه